محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الوهم والحقيقة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، ومحبته واجبة على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر. محبة لا إفراط فيها ولا تفريط، وهكذا أمر صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بد من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم حتى يعود للأمة عزها ومجدها وصلاحها. ثم ذكر فضل الصحابة وآل البيت وفضل الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله من على هذه الأمة ببعث غير البلايا، وجعل التمسك بسنته عصمة من الفتن والبلايا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله الثبات على السنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفايا والمطلع على عموم الضمائر والنوايا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، كريم الخصال وشريف السجايا والمقبول على معالي الشمائل والمعصوم من الدنايا، عليه من الله وعلى آله وأصحابه واتباعه أفضل الصلوات وأفضل التسليمات وأشرف التحايا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن تقواه سبحانه وصيته. فإن تقواه سبحانه وصيته للأوائل والأواخر، وبها تسمى المشاعر وتحق الضمائر، وبها النجاة يوم تبلى السرائر. أيها المسلمون، إن المتأمل في تاريخ الأمم والحضارات يجد أنه ما من أمة ظهرت لتاريخها بعظماء كهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأعظم منه لم تلد ضعيف، وأعظم منه لم تلد النساء. معاشر المسلمين، إن حاجة الأمة إلى معرفة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتباس من مشكاه النبوة فوق كل حاجة، بل إن ضرورتها إلى ذلك فوق كل ضرورة. وتتصل السيرة العطرة الرصيد التاريخي والمنهج الحضاري والمنهج العلمي والعملي الذي تستمد منه الأجيال المتلاحقة من ورثة ميراث النبوة. جزاك الله خير، بارك الله فيك، ما شاء الله. دينا عطية.